واحد في وداع بطل عزاء الفنان محمود عبد العزيز. منذ قليل رحت أقدم واجب العزاء في الفنان الكبير محمود عبد العزيز. كان كل نجوم مصر موجودين وكتير جدا من البسطاء في مصر موجودين، مش بس النجوم اللي راحوا يعزوا في محمود عبد العزيز، إنما كتير جدا من المواطنين البسطاء اللي أحبوا النجم الكبير الراحل ذهبوا للعزاء في محمود عبد العزيز. صورة محمود عبد العزيز عند المصريين هي رأفة الهجان، ورأفة الهجان الحقيقي بطل عظيم، لكن كمان محمود عبد العزيز بطل أيضا لأنه قدر يوصل هذه البطولة إلى ملايين المنازل في مصر والعالم العربي. المخابرات العامة المصرية أحسنت لما عملت عزاء للفنان محمود عبد العزيز. ليه المخابرات عملت عزاء علني للفنان محمود عبد العزيز؟ لأنه مش فقط بطل فني عظيم، ولكن لأنه بطل في التربية الوطنية. مسلسل رأفة الهجان هو مسلسل في التنشئة الوطنية والتربية الوطنية والإحساس بالفخر الوطني. عشان كده محمود عبد العزيز لا يقل بطولة عن ناس كتيرة جدا خدمت الوطنية المصرية، لأنه قدر يبلور هذه الوطنية في مسلسل رائع قدر يخلي عشرات الملايين في العالم العربي ينتظروا كل يوم موعد مسلسل رأفة الهجان. محمود عبد العزيز كان نجم كبير، مثقف كبير. قلت لحضراتكم ان اتشرفت بمعرفته والسفر معه داخل وخارج مصر، وكمان كان صديق للراحل العظيم الدكتور احمد زويل. وكان في تفكير ان محمود عبد العزيز يقوم ببطولة فيلم احمد زويل ويقوم هو بدور الدكتور احمد زويل، وكان في كلام كتير جدا في هذا السياق، لكن ظروف السياسة والفن حالت دون ذلك. محمود عبد العزيز كان مثقف كبير وقارئ كبير وفنان كبير، لكن الأهم إنه كان إنسان كبير. رحم الله الفنان الكبير محمود عبد العزيز.